تعليم البي اتش بي كما تعلمتها على طريقة أيمن رمضان. أنا اللي علمني بي اتش بي واحد اسمه أيمن رمضاني، وعلمني إياها بالطريقة هذه 5 دقائق. طبعا أنا يعني وقتها، هذا كلام قبل 20 سنة، قلت له كيف أنت بتعلمني شيء ب5 دقائق؟ قال لي تعال أوريك. أول حاجة عرفني على البرنامج هذا، هو أبسيرف. أبسيرف بيسوي لك الانفايرمنت حق بي اتش بي في أي نظام ويندوز، يصير على طول تقدر تشتغل مع بي اتش بي. وراني إياه، نزلني هو، ثبت لي هو، قال لي خلاص الانفايرمنت جاهز، خلاص خلاص تمام، انتهى الموضوع الأول. الموضوع الثاني وراني الدوكيومنتيشن حق بي اتش بي، قال لي هنا أي فانكشن تبحث عنه بالطريقة هذه هتحصل شرح له ايش المعطيات والمخرجات مع الامثله. جرب، واذا تبغى تعرف اكثر عن الفانكشن ده اقرا عنه. الموضوع الثاني انتهى خلاص تمام. الموضوع الثالث العملي، جاء فتح لي ملف قال لي بالطريقة هذه هتعمل فاريبل. تمام، نقول هنا بالطريقة هذه تعمل فاريبل، وبالطريقة هذه تعمل اول شيء وراني الفاريبل. قال لي الفاريبل تكتب الدولار، تحط الاسم حق الفاريبل، وتحط الفاريو بس. الشيء الثاني الفانكشنز، في بيلت ان فانكشن يجي مع بي اتش بي نفسها اساسي، وفي فانكشن انت لو تبغى تسوي خاص بيك. الفانكشن اللي يجي مع بي اتش بي زي مثلا ابسط مثال اللي هو الايكون، طريقة استخدامه انك انت تستخدمه على طول الطريقة هذه. اذا تبغى تستفسر كيف يتم استخدامه تروح ليش؟ تروح للدوكيومنتيشن تبعه. طبعا ده الاستخدام صحيح، وده الاستخدام برضه ايه؟ برضه صحيح. طيب الحاجة الثالثة، إذا تبغى تسوي فانكشن هتيجي هتكتب ايكو، تسمي الفانكشن اللي تبغاه، وتكتب الفانكشن بالطريقة اللي تبغاها، ولما تستخدمه بنفس الطريقة حق البلت ان فانكشن الطريقة هذه. هنروح نشوف النتيجة. جينا هذا الملف العام اللوكال هوست، هذه النتيجة الأولى عادية جدا، والإيكو الثاني اللي هو الكاستم فانكشن اللي عملناه بيطلع هيد 1. تمام، بس هذا هو الشيء اللي هو علمني هو. طيب التفاصيل الثانية، كيفية عمل المشروع، التفاصيل هذه قال لي لازم انت تدخل وتبحث. كل ما انت هتخش في مشاريع، كل ما انت هتتعلم زياده، كل ما هتعرف فانكشنز زياده، كل ما هتروح للدوكيومنتيشن اكثر عشان تعرف ميثودز اخرى وكيفيه استخدام. مع الوقت من مشروع لاخر هتكون انت حفظت الفانكشنز هذه وما تحتاج انك تروح للدوكيومنتيشن، وبكذا تكون انت وصلت لمرحله الشخص بدأ مبتدئ بشخص محترف. بس هذه هي الطريقة اللي علمني بيها البي اتش بي.